خلى مقطع صوت. سمعت؟ ها صور. طلعها. هذا مرور طريف. حاطين البنود والبنقال بالنيابة عنهم في الدوريات في الشوارع، ومقفلين شوارع طريف بالسطحات المدنية، وهم جالسين تحت المكيفات، والهنود والبنقال هم اللي قايمين بأعمالهم في شوارع طريف. وأرجو من الله ثم من المسؤولين النظر في هذا الوضع، وإنها توصل إلى وزير الداخلية. وهذا مضرور طريف فاشل 100%، لا في دوريات، والدوريات بدلها الهنود والبنقال مكفلين بهم الشوارع، وإن شاء الله أنها توصل وزارة الداخلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شغال في المرور أنت؟ ها؟ صور. شغال في المرور؟ عسكري. عسكري كلام. أنت عسكري؟ لا لا لا. ها؟ من حطك هنا؟ عسكري كلام. عسكري كلام؟ وهو روح نوم ها؟ عسكري روح نوم؟ فين؟ يعني عسكري يقول خليك عسكري هنا ها؟ عسكري كلام. أيوه عسكري كلام. السلام عليكم. كيف حالكم؟ من اللي حطكم هنا يا ابو؟ ولا هذا مرور كلام. ايش كلام مرور؟ هو كلام وقف سيارة عشان يقفل. يعني هو خلك شغل انت يستلم عسكري وهو يروح نوم ها؟ صح ولا لا؟ صح؟ ممكن. لا لا هو عسكري كلام خليك هنا ها؟ هنا موجود اربع سيارة هنا موجود. فين؟ هنا هو روح تمشي وانت جالس هنا ها؟ هو كلام وقف سيارة. ها؟ هذا مدير مرور شواطي. هو يسوي كذا ها؟ مدير مرور شواطي. مدير مرور. صور ذا صور ذا. ايه. ها؟ ورا يجي مرور يجي ورا خلاص يعني انت عسكري. يا صاحبي قاعد قاعد على الطريق. تكلم هذا. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الصور ذي بوديها وزارة الداخلية. الصور ذي بوديها وزارة الداخلية. انت ما تستحون يا اخي على تقييمكم. في ذمتكم ما تستحون. ها؟ عطيني اذباط. انا بندر عقبيل ايش تبغى؟ عطيني اذباط. ماني معدك اذباط. طيب عطيني اذباط. ماني معدك اذباط. والله ماني معدك اذباط. ليه؟ والله يصور ذي لو وديها وزاره الداخليه. طيب ليه ما تصير اذباط؟ لا اوريكم انتم وش فاضي اذا اللي مسوين هيمنه في الطريق. طيب.